خلوتي تنادي فؤادي بعمق الكلام أحبك يا ربي. في خلوتي تنادي فؤادي بعمق الكلام أحبك يا ربي. في توبتي ووقت البكاء ووقت الندم أحبك يا ربي. في ضيقتي ووقت احتياجي ووقت الألم أحبك يا ربي. في ضيقتي ووقت احتياجي ووقت الألم أحبك يا ربي. في خلوتي
أهلا وسهلا أعزائنا المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج يسوع الإنسان، اللي نحاول في هذا البرنامج دوما أنه نتبحر في شخص يسوع المسيح وكيف كانت إنسانيته، فالدليل مقدس يقودنا إلى ارتقاء القمم القدسية. وأكيد احنا دائما إيماننا يقودنا إلى هذه الإمكانية أن نتفاعل مع كلام الرب، وبنفس الوقت وكيف عاش حياته الأرضية وكيف أعطانا من لاهوته وناسوته بالشكل اللي يخلينا مؤمنين حقيقيين. وعنوان حلقتنا اليوم هو عنوان نوعا ما غريب، ولكن إذا تعمقنا بالكلمة سنجد إلها آفاق في الإنجيل والكتاب المقدس، وهي يسوع والتنافس. وطبعا دائما لما نتكلم عن التنافس أكيد يتبادر إلى أذهاننا أمور كثيرة، منها التنافس الحقيقي والطيب والشريف، والتنافس الذي يتأسس على الغيرة والحسد وغيرها من هذه الأمور. ودائما نعرف أنه لما تصبح الحياة انتهازية، يعني اليوم لما نكون انتهازيين نحاول أن ننتهز الفرص، ولكن الحياة هي ليست فقط فرص تنتهز، ولكن أيضا هنا أوقات تأمل، وبنفس الوقت هناك إنسانية تنمو في العمق، وليست هي فقط فرص كي نرتقي ونتسلق ونصعد الأماكن العالية. وطبعا مثل ما تعرفون أخوتي وأخواتي، أهم شيء هو المحرك الذي يقود للتنافس. وقد يكون التنافس يقود لإلغاء روح الأخوة إذا كان تنافس غلط، إذا كانت شخصياتنا متعارضة، أو نريد أن نحصل على مكانات عالية فنجد الآخر هو فالتهديد إلنا أو عقبة أو فتشي يعرقل تقدمنا، ولهذا نبدي نستبطن أفكار شيطانية أنوية تخلينا نزيح هالشخص هذا، نفكر بأي وسيلة ممكنة أن نزيح هذا الآخر المختلف، قد يكون أو قد يفوقنا حكمة أو يفوقنا ذكاء أو يفوقنا بأمر معين، أنه نلاحظ هو تهديد لوجودنا وتهديد لطموحاتنا المستقبلية. ولهذا أخوتي وأخواتي نتأمل في الكتاب المقدس وخاصة في سفر التكوين، تلاحظون دائما الفصول الأولى من سفر التكوين تعبر عن طبيعة الإنسان الداخلية وحواراته وتأملاته وإرهاصاته وأيديولوجياته. وهذا اللي نشهده في قصة قائين وهابيل، أنه كيف صارت المقارنة وصارت روح التنافس، وأكيد هاي روح التنافس كانت في قلب قائين أكثر من قلب هابيل، ولهذا نظر إلى التقدمة ونظر إلى ردة فعل الله لتقدمة هابيل، وبدت مشاعر الحسد والغيرة تأخذ ما أخذها في داخله مما قادته إلى القتل. وطبعا مثل ما تعرفون أخوتي وأخواتي بأنه هذا القتل إن كان حقيقة وإن كان رمزي، اليوم إحنا نشوف هذه القصة بيها قتل رمزي، بيها كشف عن قتل رمزي نقتل به الآخرين اللي يختلفون عنا واللي نوعا ما يثيرون فينا الحسد والغيرة. ولهذا أخوتي وأخواتي دائما نركز على الحافز أو المحرك الذي يقود لهذه الأمور. بالتأكيد لما إحنا ندخل في حيز يسوع المسيح راح نشوف هناك حركات انقلابية، موازين القوة تنقلب، تصير موازين سماوية على صعيد أرضي، وهذا الشيء ما يقبل العالم. واليوم يعتبروه كثير من الناس يعتبرون كلام يسوع مثالية، لما نقول كبيركم خادمكم هذه محاولة لكسر واقع السلطة. تعرفون أن السلطة أو المسؤولية قد تقود الشخص إلى أنه يحيد عن الطريق الصحيح، ولهذا يقول المسيح كبيركم خادمكم، وهذه مو كل الناس بصراحة يمارسوها أو هي كلمة تقال، لكن كثير من المسؤولين وكثير من اللي عندهم حظوة أو مكانة تلاحظهم أنه يزدادون بكبرياءهم. لماذا؟ لأنه يعرفون ذواتهم وفق شنو؟ وفق الأمور والطموحات والمكانة والحظوة والنفوذ اللي عندهم. ولهذا ذولا مو جماعة المسيح، جماعة المسيح هم جماعة يقول يسوع، لاحظوا هنا يقول يسوع بأن الآخرون يصبحون أولون، هنا يصبحون أولين، يعني ماذا؟
يعني هناك انقلاب بالموازين. احنا اليوم لما ندخل في عملية تطوير إيماننا بالشكل الحقيقي يجب أن نصغر. ليش؟ لأن يسوع يقول إن لمثل هؤلاء الأطفال ملكوت السماوات. يعني هذا الشيء يجب أن تركز عليه أخي وأختي المؤمنة. لماذا؟ لأنه من يسوع يجيب طفل ويضع هو صاحب هذه الحظوة بالدخول إلى الملكوت، بالمعنى أن الشيطان كل ما يحاول يرفعنا ينفخنا يضخم الأنا خاصتنا، لكن يسوع يأتي ويقول إنما التنافس الحق هو التنافس في التواضع. لاحظوا، العظمة هي في التواضع. هناك شيء انقلابي عظيم يحدث. لماذا؟ لأنه لما نتكلم عن التواضع كثيرين من عندنا يتكلمون عنا بالشكل المسهب، ولكن الحياة في التواضع هو أمر جدا صعب أخوتي وأخواتي، خصوصا خطاب البساطة والعمق. هل أمرين من الصعب أن نوحدهم أو نعيشهم معا؟ لماذا؟ نحتاج إلى كثير من الجهاد الروحي. ولهذا أخوتي التنافس اللي يتكلم عنه يسوع ليس كتنافس اللي موجود بالعالم. الشيطان حاول ويحاول دائما أن يركز على الأنا وتضخيم الأنا خاصتنا، ويأتي يسوع ويقلب كل الأمور ويقلب الطاولة على الإنسان وعلى الشيطان حينما يقول كبيركم خادمكم، الآخرون يصبحون أولين. وبنفس الوقت إن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات اللي هؤلاء الصغار. ولهذا يجب أنه نفهم بأنه التنافس الحق في حيز يسوع هو التنافس في التواضع، في البساطة، في العمق، وليس في المركز ولا بالاسم ولا بالنفوذ. كلها أمور فانية زائلة، إنما سيتبقى هو وجودك كإنسان متواضع اتفاعل مع الله مع كلمة الرب، وقدر أن يعيش هذه الخبرة المقدسة التي هي أنه أتنافس وأجاهد وأشتهي الملكوت. هذا هو الجهاد الحسن أخوتي، ويجب أن نركز عليه. هناك كثير من الأمكنة نشوف بها يسوع يتكلم عن التنافس، ودائما من أقول التنافس أخوتي وأخواتي التنافس الذي يقود إلى شنو؟ إلى غزو الفردوس. شنو يعني غزو الفردوس؟ إنه أنا أقتحم الفردوس من خلال تواضعي ومحبتي وصغري. ولهذا يسوع لم يأتي بعظمة خارجية، بس العظمة التي انعكست من خلال شنو؟ صعوده على الصليب، هي عظمة الحب، عظمة التواضع، عظمة الصغر. هذا الشيء اللي اليوم نحتاجه أخوتي وأخواتي نكون مسيحيين ومسيحيات حقيقيين، إنه ما نطمع بالمكانات، ما نتقاتل على الدخول من الباب الواسع. يقول يسوع تقاتلوا على الدخول من باب الضيق. الباب الضيق وباب التواضع أخوتي وأخواتي، هذا الشيء مهم. وسيأتي اليوم اللي أنا أقول فيه بأنه الكنيسة تحتاج إلى انقلاب كبير. مسيحيين في كل العالم نحتاج كلنا إلى انقلاب كبير، إنه نبدي نلجأ إلى يسوع الصغير، يسوع الذي يدعونا إلى أنه نشارك داخليا بصغر الآخرين. إنه دائما نفكر بأنه شخصيتنا يجب أن تكون شخصية تعكس المسيح بصغرة، وليس بالألقاب وليس بالجاه وليس بالعظمة. الأحداث اللي صارت في الإنجيل وأكيد تركز أيضا ونقراها في الإنجيل هي في متى 20 من 1 إلى 16. في هذا الفصل هناك فد مثل يتكلم عنه يسوع، وهم يركز على التنافس، وأكيد كثير من عندنا يعرفه، اللي هو عمال الساعة 11. ليش؟ لأنه بيروح المقارنة أخوتي وأخواتي. لما إحنا نشتغل ولما يطلع من بيناتنا شخص يشتغل بشكل أكبر والله انطاه أكثر نعم أو هبات، الآخرين يبدون يعيشون فد خبرة حسد وغيرة، ويحاولون أنه بشتى الوسائل أنه يمحوه من الوجود. لماذا؟ لأن قصة يوسف راح تنعاد، يوسف وأخوته. كيف كان يوسف لما تكلم عن الحلم مالته في سفر التكوين؟ نشوف بأنه تكلم عن أنه الكل يخضع لي، ثاني يوم هم بطريق السفر رموه في البئر. ماذا يعني إخوتي وأخواتي؟ مشكلة الإنسان لما ينصت
إلى الأنا مالته وإلى الأفكار الشيطانية، ومن ثم تصبح حركات شيطانية فيها إفناء للآخر. ولهذا يوسف رمي في البئر، هذا الشيء مؤلم، وهذا موجود في التراث الفكري والروحي اللي كان في أيام يسوع أكيد. ولما انطرح عن عمال الساعة 11 أنه يتكلم عن رب حقل ورب كرم وذهب واستأجر عمال في الساعة 3 والساعة 6 والساعة 9، ومن ثم بقي الساعة الأخيرة وينتهي الدوام، أيضا رحم بهؤلاء العمال واستأجرهم لمدة ساعة واحدة. ولما انتهى وقت العمل قرر أن يعطي لكل شخص أجره، وطبعا أعطى من الآخرين أكيد اللي هم عمال الساعة 11 اللي خدموا ساعة واحدة أعطاهم دينار. فانتظروا أهل العمال الساعة الأولى والثانية والثالثة أن يكون هناك زيادة في المبلغ، ولكن أعطاهم أيضا دينار. هنا أصبحت الأمور انقلابية، الآن دخلنا في واقع سماوي، لأنه الأرض لا يقبل بهذا المنطق أخوتي وأخواتي، لا يمكن حسب العدالة الاجتماعية والعمل وغيرها بأنه من يعمل كثيرا يعطى أوفر تايم خلينا نقول، ولكن هو اتفق على دينار اليوم كله. فهنا المشكلة الكبيرة، يسوع اللي ركز عليه العين الشريرة أخوتي وأخواتي، العين الشريرة هي دلالة على التنافس اللا شريف. وهنا الأمور تصبح خطرة. لماذا؟ لأنه الروح الذي يرافقنا في العمل، هنا فرق بين يكون روح شريرة أو يكون روح القدس. اليوم إحنا لما نفكر في عمال ساعة 11 ننطي نوعا ما الحق للعمال ساعة الأولى أن يتذمروا، لأنه عملوا اليوم وتحملوا ثقل النهار كله بدينار، والذين عملوا بساعة واحدة يأخذون دينار. بس هنا يسوع يوصلنا إلى مناطق حرجة إخوتي. هذه هي المسيحية، المسيحية فيها صليب، المسيحية فيها كثير من الرحمة والغفران، وبعدين العدالة. يجب أن نميز إخوتي وأخواتي، عدالة الله تأتي بعدين، هناك رحمة الله تعمل حين نكون على الأرض ونعيش مسيحيتنا. رحمة الله تكون هي اللي فارضة وجودها على حياتنا، ويجب أن تكون في قلوبنا قبل عدالة الله. عدالة الله ستبدأ حين تنتهي رحمة الله. فإحنا حياتنا كلها إخوتي وأخواتي كلها هي إمكانيات أو حيز لوجود رحمة الله. فدائما نغفر، دائما حتى لو أذانا الشخص نسامحه، المهم أنه إحنا نسوي خطوتين وثلاثة حتى ننطي للآخر حق حتى لو لم يكن له حق. لماذا؟ لأنه حياتنا على الأرض تتمتع بماذا؟ تتمتع برحمة الله. فكلما صلينا، كلما قلنا أبانا الذي، دائما نفكر برحمة الله وأن نغفر للآخرين. هذا هو الحيز اللي موجود. أما في عمال الساعة 11 أخوتي وأخواتي أصبح الأمر غير شكل، أصبح هناك عين شريرة تنظر بحسد، تنظر بغيرة. وبنفس الوقت راح نشوف في متى 20 كيف راح يجاوب رئيس أو رب الكرم. ماذا يقول؟ يقول لهم، يجيبهم، يقول لهم: أما يجوز لي أن أتصرف بمالي كيف ما أريد؟ أم أنت حسود لأني أنا كريم؟ وقال يسوع: هكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين. فإذا هنا إخوتي وأخواتي يجب أن نميز، هنا تنافس أكو، ولكن تنافس ليس فيه روح الله. اليوم احنا لما نعمل سوية لا يجب ان نقارن، المقارنة بصراحة المقارنة قاتلة، والنظر بهذه العين هو ملؤها الحسد، ما توازي نظرة المسيح لشعبه، للناس اللي هم دي يعيشون دي يحاولون يطورون ايمانهم. فيجب انه نفكر انه كيف الروح اللي تصاحب العمل نفسه، هل هي روح القدس؟ هل هي روح بيها نعمة تخلينا نفكر بصلاح الآخرين، بمحبة الآخرين، أم هي مقارنات وتقودنا إلى
للأسف الشديد إلى واقع أنوي يقتل عندنا كل الإمكانيات. اليوم أخوتي وأخواتي ما هي مدعاة للإنجازات؟ يعني اليوم المسيحي الحقيقي مو اللي يفكر بالإنجازات العظيمة، يكفي أمور صغيرة نسويها لأجل صلاح الآخرين. هذه عد يسوع هي كبيرة في عين السماء كبيرة، ولهذا ما يصير أن نفكر بطموحات قد تتجاوز الحدود. يجب أن يكون تطلعات روحية. اليوم أنا أقعد وأصلي أفكر كيف أوصل كلمة الله. إذا طلع شخص يبشر بغير مكان وده يبشر بأسلوب بعد أجمل، راح أصلي أقول يا رب من أجل هذا المبشر، من أجل هذا رجل الدين، حتى يتطور بعد ويوصل كلمته للآخرين. ما كم هو جميل هذا التطلع الروحي، كم هي صلاة مفعمة بالحب، كم هي بها تجاوز للذات. أما اليوم إذا شفنا أنه مبشر يأذي مبشر آخر، أو يقول أنه هذا لا تسمعوا له، أو هذا لا تعطوه مجالا، تعالوا عندي وأنا أعطيكم الكلام الحقيقي، أو أنه هذه الكنيسة غلط وهذه الكنيسة صحيحة. إخوتي وأخواتي هذا ما صحيح. التنافس يجب أن يكون من أجل التبشير بكلمة الرب، وليس الحسد وليس المقارنة وليس روح التنافس اللاشريف. هذا الشيء ما نريده احنا اليوم كمسيحيين. يجب ان نعكس للكرة الارضية كلها، للعالم كلها، كيف احنا الروح القدس لمسنا داخليا. ولهذا يصرخ بأنات لا توصف الشيء اللي احنا نحتاجه، ليس المقارنة، ليس روح التنافس الخطرة اللي بيها الأنوية اللي بيها المقارنات. وتعرفون انتو تلاميذ يوحنا كيف لعبوا دور في إسقاط يوحنا في التجربة، يوحنا المعمدان حينما قارنوا بين يسوع ويوحنا زعيمهم الروحي، وحتى لم يأتوا باسم يسوع بل قالوا هذا الذي عمدته في نار الأردن هو يعمد أيضا، وكأنه هناك روح حسد وغيرة. ليش؟ لأنه لم يعرفوا الحقيقة المهمة إلا حينما أجلاها يوحنا المعمدان فقال أنا أصغر والمسيح يكبر، أنا ماذا؟ أنا الحائط الذي يعكس النور، أنا الشاهد وهو العريس. شوفوا هنا جواب يوحنا المعمدان يضرب روح المقارنة الخطرة اللي كانت عند تلاميذه، واللي كانوا ينظرون إلى يسوع نظرة شنو؟ احتقار وإذلال، وحتى لم يأتوا باسمه. لماذا؟ لأنه دائما لم يفكروا بالرسالة بل فكروا بالحظوة بالمكانة. واليوم احنا اخوتي ما نحتاج الى فكر تلاميذ يوحنا، بل نحتاج الى فكر يوحنا المعمدان الذي عرف مكانه اين. اليوم انا مبشر وانت مبشر، اثنين احنا يوحنا، انت ايضا مبشر، يلا انضم الى الركب. بس المهم انه نوصل كلمة الله، مو المهم انه نتنافس على الامكنة، مو مهم انه يكون عندنا كراسي، مو مهم انه يكون عندنا مجموعة اكثر من المجموعة عند المبشر الف وعند المبشر باء. هذا الشيء مؤلم اخوتي واخواتي لخدام الكنيسة وحتى المؤمنين الصالحين اللي يريدون دائما انه يعيشون خبرة المجد الالهي، انه يكون عندنا روح تنافس من اجل انه نعيش كلمة الله، روح تنافس من أجل أن نصغر ونصير مثل أطفال السماء. ولهذا أخوتي وأخواتي هذه الحادثة عمال الساعة 11 يعني تنطينا هذا الواقع، أن هناك العين الشريرة، عين الحسد، وبنفس الوقت أنه مرات نقرأ الأمور بشكل مغلوط فنركز على الشخص ونترك الكلمة. يجب أن نركز على الكلمة المقدسة ونتنافس من أجل التبشير بها وليس التنافس بشخصياتنا. هناك أيضا مثل مهم أخوتي وأخواتي في إنجيل لوقا الإصحاح 15 أيضا تعرفوه كثير قريب على قلوبكم، وهم المسيح تكلم به عن روح التنافس، وهو مثل الابن الشاطر أو الابن الضال. وتعرفون الشاطر ليس يعني الذكي، وإنما الذي انشطر داخليا وانقسم ومن ثم وجد وحدة الحقيقية بالتوبة بالرجوع. هذا المثل في لوقا 15 يتكلم عن هذا الواقع بين ابنين وأب، لا يوجد أم، هناك فقط أب
وابنين، الابن الأصغر والابن الأكبر. الابن الأصغر رمى العائلة بإذلال وامتهان، لماذا؟ لأنه طالب بالورث وأبوه ما زال عايش، وهذه هي المشكلة كبيرة. الورث يقسم حينما الأب يموت، ولكن هو طالب بشنو؟ طالب بواقع آخر، أنه الأب عايش وأنا أريد أن أصرف هذا المال وأترك هذا البيت. وبالفعل ذهب إلى بلاد بعيدة، والابن الأكبر بقى مع الأب يعمل وبصمت وبهدوء وبسكوت. ولكن الواقع الانقلابي أيضا صار، وتشوفون يسوع أيضا يقودنا إلى هذا، أنه لمسة السماء الآن بدأت تعمل، وهذا الابن الأصغر صرف ما عنده في أمور كثيرة، قد تكون القمار، قد تكون إباحية، قد تكون أمور كثيرة، المهم انتهى الأمر به أنه يكون مع الخنازير. فقرر داخليا في لحظة صمت عميقة وتأمل، ورأى تاريخه كله، تاريخ الخطيئة عنده، فقرر أن يرجع إلى أبوه، ولكن أن يكون كعبد باعتباره، يعني الكونسيدريشن هو ليس أنه يكون كابن، وإنما كعبد خادم، بس على الأقل يأكل عدل، على الأقل يكون في يكون قرب العائلة مالته. ولكن في حالة رجوعة الآن دخل في زمن آخر، زمن انقلابي. الأب عمل ليس منطقي بواقع أرضي، كان لازم يعاقبه، كان لازم يأذيه، كان لازم يحرمه، ولكن الأب بالعكس استقبل استقبال رائع احتفالي، ذبح له العجل المسمن، غير ملابسه، أعطاه خاتم، أعطاه عصا، أعطاه حذاء جديد. طبعا هذا الشيء إلى هنا هو يعبر عن الرحمة، وقلت لكم أخوتي وأخواتي أنه دائما الحياة هي تعبر عن رحمة الله، لكن الموت بعد الموت هناك عدالة الله تبدأ. المشكلة الكبيرة حدثت عند الابن الأكبر، وطبعا منطقي الابن الأكبر حزن لأنه قارن. أخوتي هذه هي المشكلة الكبيرة، التنافس الخطر هنا، المقارنة قادت هذا الابن الأكبر أنه يترك كل شيء وكل التاريخ المبارك الذي قام به، وبدأ يوزنه بميزان آخر، بميزان تعاملات الأب مع الابن الصغير. هذه هي المشكلة الكبيرة، أنه ما فكر بالرحمة مثل الأب، ما فكر بالزمن شنو زمن العهد اللي بدأ من جديد، بأنه أنا رجع أخي والآن أنا فرحان لأنه رجع إلى هدية وصوابه، ولكن فكر بواقع آخر. ليش؟ لأنه التنافس الداخلي بينه وبين أخوه كان موجود تحت الغطاء، وبنفس الوقت كان فكرة غير شكل، فكرة هو أنه كيف يشتري حب أبوه. وبالفعل راح نشوف أكيد في لوقا الجواب أيضا المهم اللي يتكلم عن التنافس. لاحظوا العتاب الذي يعاتب الابن الأكبر لأبيه، هذا العتاب هو منطقي نوعا ما عدنا احنا، ولكن ليس منطقي بعين يسوع، عين السماء. لاحظوا، فقال لأبيه: خدمتك كل هذه السنين وما عصيت لك أمرا. لاحظوا هنا الآن بدأ يجازي، بدأ يقيم، قبل كان ساكت ولكن الآن بدأ يقيم كل أعماله. فما أعطيتني جديا واحدا ليفرح به مع أصحابي، ولكن لما رجع ابنك هذا بعدما أكل مالك مع البغايا ذبحت العجل المسمن. لاحظوا هنا جواب الأب كان يعني أنت وياي كنت، يعني ليش دا تطالبني بهالشيء؟ انت اللي جدد بي، واليوم انا لما انطفت شيء بكرم ما ارجع في يوم من الايام وغير قراري، او لما زعلت شخص وانا كنت منطي هدية اقول له ارجع لي هديتي. انت انطيتها بكرم وبسخاء، فليبقى بصمت لانه الله يقيم هذه الاعمال. ولاحظوا هنا طلع كل اعمال هذا الابن بها روح الانا، روح المنافسة، انه دائما كان يريد يظهر انه هو احسن من اخوه الاصغر، وكان دائما يحس بأنه هذا هو العمل اللي أنا أقوم به، هذا اللي هو الكبير في عين أبويا، وما راح ينطشي لأخويا الأصغر. هناك حقد أخوتي وأخواتي، هذا ما نريده في عملنا اليوم، عملنا في خدمة الله، عملنا مع أخوتنا وخواتنا، لازم يكون هناك حب مجاني. يسوع يطالب بهذا الحب، ولا يقول هذا الحب لا يباع ولا يشترى، والرب يقبلنا على عيوبنا وفقرنا، وهو ما ينظر إلى الأمور اللي أنجزناها، لكن لما نختبره بالعمق. ولهذا اليوم مدعوين إلى التحرر من سجن العقل أخوتي وأخواتي،
انه نقيم انجازاتنا بعين الحرية الداخلية، انه اسوي الامور بالشكل اللي بصلاح الاخوتي وخواتي، وليس بالامر الذي يجعلني انه اقارن. شوفوا الاخوة، شوفوا قائن وهابيل، وتكررت في الابن الضال. واليوم احنا في خدمتنا مرات كثيرة نوقع بهذه المشكلة، انه ما ننظر للامور الجيدة والحسنة اللي تخرج من هذا الحدث، بل دائما نتأمل بهذا الشخص، لماذا نال الحظوة وأنا لم أنال الحظوة، وهذه المقارنات القاتلة التي تحدث في ظلمة خطرة. ولهذا اليسوع اليوم والتنافس دائما يدعوني إلى أنه أشوف سر الله في حياتي بالإيمان من خلال عدسة، وهذه العدسة التي تنظر إلى الناس بشكل آخر. ما مدعوين إحنا لأيديولوجيات خطرة تقودنا إلى أنه نفضل نفسنا على المسيح. القديس بولس والقديس بطرس كان عندهم كثير كثير من الاختلافات الجوهرية في طباعهم وشخصياتهم، ولكن لما الروح القدس هو اللي يحركهم، هذه الاختلافات تذوب تنتهي أمام التبشير بكلمة الرب. فاليوم إخوتي وأخواتي، إحنا ككنيسة مقدسة نريد نوصل كلمة الله كرجال دين، كمبشرين، كمؤمنين. خلي نعكس كل شيء بحب، واللي عنده وزنة خلي يروح يشتغل عليها، وخلي دائما أشوف صاحب وزنة أو وزنتين أو ثلاث هو شخص يجب أن يشجع حتى يزيدها، وليس أن يظلم ويكسر من أجل أنه يختفي وتختفي وزنته. الرب يبارككم ويقدسكم، ونلتقيكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة. أهلا وسهلا بأعزائنا المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج يسوع الإنسان، تحمل الحلقة عنوان يسوع هو الباب المؤدي إلى الملكوت. ومثل ما تعرفون هذا البرنامج برعاية نور فارمسي، صيدلية نور بإدارة الصيدلاني المختص إحسان كمنو، يرافقه كادر من أكفأ الصيادلة الصيدلانية إيفا زيو والصيدلانية مريم عكام، مع الكادر التقني هاني زيتونة، نور الرئيس، نزار داود، رنين شحولة، وليت كاتشو. تقع الصيدلية على الميل 14 وشارع رايان في مدينة وارن. كما نعلمكم أننا نقبل بمعظم أنواع التأمين الصحي وبالأخص الميديكيد والميديكير. هاتف الصيدلية 586-268-3900. صيدلية نور في خدمتكم دائما. والشكر الجزيل لكل من يتعامل معنا وسيتعامل معنا في المستقبل.